مفروض انه هذا سناكس يقدم للكلاب وتنويه غير صالح للاستخدام البشري. انما المكونات هي دجاج ورز، حيث تحتوي على 35% دجاج و8% رز. هذا الحكي مكتوب هون بالعربي كمان، فخلونا نجربها ونشوف طعمتها سوا. ليكو شلون بيجي شكلها وريحتها جوز هند، ليش ما بعرف. بسم الله. وقعت بدلة سناني، حسبي الله ونعم الوكيل.